هل رحيل الممثل إي سان كيون كان لتغطية حدث ما في كوريا؟ أقيمت امبارح جنازة الممثل الكوري إي سان كيون اللي توفى عن عمر 48 سنة بحضور عدد من مشاهير كوريا، ومشاعر الحزن والألم كانوا مسيطرين على الأجواء. فزوجة الممثلة جون هاي جين كانت بتبكي طول الوقت وهي ماسكة ابنها الصغير، أما الابن الأكبر فهو اللي قاد الجنازة وهو شايل صورة والده الراحل. وفي نفس اليوم أغلبية نجوم كوريا اختاروا اللون الأسود لحفل توزيع جوائز SBS للكي دراما حداداً على رحيل سون كيون، حتى إن هواسا من فرقة ماما مو غيرت أغاني البرفورمنس الخاصة بيها لأغنية LMM إهداءً للراحل. فالكل لسه مصدوم من الخبر اللي جه فجأة بعد ما الشرطة لقيته في عربيته منتحر. فالراحل اتعرف بعدة أعمال زي ماي ميستر وكوفي برينت. وكانت زادت شهرته من بعد الإنجازات اللي حققها بفيلم باراسايت وأهمها فوزه بجائزة بيست بيكتشر في الأوسكارز. وسان كيون ساب رسالة لزوجته قبل رحيله بيعتذر فيها وكتب لها: زوجك قد يختفي، لكن هذه الذكرى والحب الذين تشاركناها سيظل دائما، وستمسك بكل هذه الذكريات التي سأخلدها معي للأبد. بس كمان كتب: لا يوجد شيء يمكن القيام به، في إشارة منه على قضية المخدرات اللي اتطورت في الفترة الأخيرة. فبالرغم أن نتائج تحاليله كانت سلبية، إلا أن الشرطة فضلت تحقق معاه 3 مرات من شهر أكتوبر لغاية قبل وفاته بأيام، حتى أن آخر تحقيق استمر لمدة 19 ساعة. والصحافة المحلية كانت دايماً بتسرب معلومات ومحادثات، ده اللي خلى شركات كتير تلغي عقودها مع سان كيون، وحتى أنه استبعد من فيلم No Way Out. وكالعادة في كلام بيتقال أنه كان كبش فدا عشان يغطوا على مشكلة أكبر حصلة في كوريا. وبعض من الفانز شبهوا اللي حصل مع سان كيون من ضغوطات وتوتر اللي أدى لانتحاره بفيلم بوليوود تشيتشوري، اللي قصته كمان بتتكلم عن طالب حاول ينتحر بسبب ضغوط المجتمع من بعد فشله في أنه يدرس في كلية الهندسة.